ايوه حبيبي. السلام عليكم وبدايه فيديو جديد ضرب نار. قبل ما نبتدي الفيديو تعالوا انتم مش عاملين سبسكرايب في القناه انزلوا دلوقتي حالا انشتركوا في القناه انضموا اداه شمال علا في اليوتيوب تيم الاشباح يا جدعان افضل قناه في المجره. احنا عم نفرق الفيديو ان احنا رايحين بلاش نحرق يا جدعان يا حبيبي كبر رمضان. لو الفيديو ده وصل ل 1000 لايك هنقول لكم احنا فين. لا 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 اللي هيخمن صح في الكومنتات نطلع ندعم له قناه. صح كده. طبعا يا جدعان معايا في فيديو النهارده محمد ياسر. المفروض بقى يا جدعان ان احنا دلوقتي بقى نبتدي نتحرك في الطريق بس مش هقول لكم يعني احنا بابا بيجيب فول وطعميه يا جدعان وهنركب. يا جدعان مش هقول لكم اسم البلد اللي احنا رايحينها لو الفيديو ده لو وصل على 1000 لايك. طبعا يا جدعان بعد احنا دلوقتي هنبتدي نتحرك. المفروض يا جدعان في اللقطه دي كنت بقول لكم المفروض ان احنا في الطريق راكبين في شنطه العربيه لان ما كانش في مكان قدام بابا رمانا في شنطه العربيه. يعني المفروض ان احنا اتنقلنا من العربيه الثانيه لان العربيه الثانيه زحمه وما فيش مكان. يعني جينا انا وهنا ومحمد ياسر. كده كده خلاص فاضل بتاع 200 او 150 كيلو نوصل بس نزلنا يعني نفول في البنزين هناك واقفين يعني نشم مواد عن شويه. لو انتوا مش عاملين لايك للفيديو لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه عشان تنضموا لاداشما تيم في اليوتيوب كله يا جدعان تيم الاشباح. شو منتظروا بقى شوفوا لما نروح هناك هيبقى فيديو ضرب نار يا جدعان. بس الراجل صبر عليا يعني الحمد لله يعني احنا كنا فين؟ ما سجلها لي شهر عطاري وكل حاجه راجل محترم ما كانش خد فلوس بس انا كنت كاتب له جيك باك باسمي بالفلوس. بابا ما كانش في الشقه دي يا بابا كنت انا مقلعه. المفروض يا جدعان ان احنا وصلنا القريه اهي نيس 4 نيس 4 انا ممكن انزل واحط على رجلي احسن. اكلم انا حمزه. المفروض يا جدعان ان احنا وصلنا الكومباوند بتاعنا وزي ما انتم شايفين البحر في اخر الشقه اخر الكومباوند هناك يا جدعان. احنا هنا حمام سباحه قدامنا. طب ما اقرب كده اوري الناس شويه عربيات. سبسكرايب للقناه يا جدعان بقى عشان انتظروا بقى شويه فيديوهات ضرب نار. طبعا يا جدعان بقى دلوقتي هنطلع برضو نوريكم الشاليه من فوق. يلا يا جدعان المفروض يا جدعان ان احنا وصلنا الشاليه وبقى شوفوا بقى الحلويات بقى لقطه سينماتيكيه كده. طبعا يا جدعان بقى نوقف لحد ما نروح البحر بقى وكده على شكل اللي ما عاجبني فهنزل كده تيست. لا اديني جنب كده هو بيقول ان هنا اقوى. لا تخافش يا ابني والله انا قوي. انا اضرب لا اقف يا خوي اقسم بالله انا قوي.
يا عم ما تخافش جرب. يلا محمد اسري ابو قلبي جاب. قول لو غريت تعال لو غريت ولا هتقول. انا كده انا واقف على الارض. طب اطلع خد لك هو بيقول لك هنا اغوط حاجه بيقول لك يعني هناك ايه بيسو. اطلع اطلع وخد لك نطه بقى ما بيعرفش يعمل بيسو. خد خد بقى اطلع انت يا ابني واقف عند السلالم يا ابني يا جدعان بيسو. اوبا اوبا محمد ياسر ما تنزع محمد ياسر انت كده كده يلا يا بسم الله بيسو ما تخش اتريق مع السلام غويتها يعني. طب اطلع وروح من هناك لو غرقت بيقول لك والله ما غويتها اهو غويتها فين الواد خايف ورا هنا اغوى قرر لو جيت هنا انا جاتلي فكره طب استنى ما تخافش يا ابني عالم يا اهو ما بيعرفش يعوم بيسو تعالى هناك مش غوي يلا يا ياسر هناك مش غوي يلا يا ياسر خد سعيد يلا يا ياسر نطلع يلا 1 2 3 هو ده يا اسطى اقسم بالله بطلع ميه طب بص يا اسطى هناك انزل معايا يا اسطى بالله عليك يا اسطى يا راجل يا محترم الراجل المحترم عبد الحميد هطلع وانط بقى هطلع وهنط تعال بص والله بشد بص بص استنى بقى عشان ايه اثبتها لك يلا يلا 1 2 ما تخافش يا ابني والله ما لو في حاجه دبشه واقعه في ترعه يا نهار اسود وين دبشه واقعه في ترعه اطلع خد لك انت كمان بس ايه مش على الطاير كده نط على الطاير استنى فين احمد ياسر؟ اهو تعبت النهارده والله يا جدعان بص انا عايز اقلع وانزل بس عشان لسه هنركب العربيه يلا والله ما غويت انا الحته دي غويت انا قعدت يا جماعه مش عايز اطلع طب هنا كده انا طايل الارض يا جماعه بص انا قعدت مش قادره اطلع الميه حلوه قوي هتعوم كده يا بيه حاسه انا عايز انزل بس طب اروح البس المهيروه دي استنى تعالى بقى بص النطه دي تعالى بقى بص النطه دي بص بقى ايوه كده عايزين نطه غامضه كده بقى يلا بقى يلا بقى يلا بص النطه ايه ده والله يا ابني هل بالله ما هيزق يا ابني بقى كنت يا رب احنا اللي بلحت لا 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 بلحت ميه طب اطلع اطلع وخد نطه كمان واحد ما تنزل يعني انا عايز انزل والله غير وانا ايه بيقول الم... ايه ما في ايه بيس المفروض البس المايو وتنزل ايوه هيك والله ما انت راجل محترم يعني سبتنا بالحب انت حبيب قلبي ربنا واحد ده مش واقف ترعى يا ربي اسف الثورة الله يخرب بيتك يلا يا اسف يلا يا محمد هزق خلاص سيبني حتى ما يجيب المايوه خلاص يلا تعالى بقى اما نتحل يلا تعالى خش خش يلا وانا معاك اهو انا معاك ابويا بابا يا جدعان ابويا اهو عم ياسر عم ياسر ابو محمد ياسر يا واد يا واد يا واد العوا شايف الواد ايه على ضهر الواد عويب يا جدع ايه رايك ولا عامل نفسك بتغرق في بابا مقلب في بابا يا بابا قول له بغرق قول له بغرق قول له الواد بيغرق اعمل نفسك بابا اعمل الواد بيغرق Okay.
يلا انا طالع بقى. ياسر تعالى خد السنة دي ما تمشيش وتسيب. انا ماشي. انت حبيبي بص بص العوم على الظهر اهو ولا في بص بص العومه يلا انا طالع يلا ما تخافش يلا ما تعلموا العوم يا عم يا تلبس المايو تعالى يعلم يلا استنى بقى البس كوتش فين التيشيرت يلا اهو على الكرسي يلا باي انا ماشي استنى بقى دلوقتي بقى يا جدعان هنروح نلبس كده مايوهات وكده و... وهنروح على البحر يا جدعان ان انا لبست المايو بس دبش وقع في الترعة طالع بص انا بعرف اعوم ايه ده طبعا يا جدعان لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تدعموا الفيديو ده وتشتركوا كان عايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك لان احنا تعبنا قوي يا جدعان اقسم بالله خلاص هننام عشان مش قادرين جدعان نيجي اكل معايا شيبسي بس كده خلصت الفيديو النهارده نشوفكم الفيديو الجاي سلام ايوه حبيبي